التكتل، احنا دائما نعاني امام الفرق اللي تكتل امام مرماها. نعم. عشان يفتح الملعب حسين تايبي لابد تسجل فيه هدف حتى يطلع الفوق شويه ونحصل المساحات ونستغل المساحات بشكل جيد. طيب فهد ومحمد شكرا لكم على اعتبار دخول لاعبي المنتخبين لارضيه الملعب وعزف. لاعبين في نص الملعب ثنائي الوسط الارتكاز حارب السعدي وعبد الله فواز على يمينهم، جميل الاحمدي وعلى يسارهم زاهر الاغبري وفي المقدمه عمر المالكي وعصام الصبحي. كره ملعوبه الان طويله اماميه لصالح المنتخب الصيني ولكن تتخلص على طول تعود المنتخب. اذا كان واحد منهم فقط موجود معانا في المرحله القادمه ونجحنا هنا محاوله سين تايبي مرور وتقدم من الجهه اليمنى تسديد ولكن تتخلص من خالد البريكي فيها ركلة ركنية لمرمى الحارس الصيني بان وينشي. هنا الضغط يأتي والرد إن شاء الله من عصام نقل إلى أمام خطرة الله فرصة الهدف الأول بضيع انفراد. الكرة تعود من جديد للجهة اليسرى أسرع يا شباب زاهر مانتوماني يحاول يمر الكرة معه عالية للأمام الله مرت ما زالت مستمرة لمنتخبنا أسرع أمجد الآن يسدد ولكن مبعدة الكرة المالح ويونس أمان وسجل للصين تايبي كين جين مينغ كان الفوز الأول بالمناسبة لمنتخبنا في التصفيات المؤهلة للمونديال. خطأ الآن ملعوبة الكرة عالية وللأمام بالرأس تحضر خضراء مرت الله جول أول للأحمر في مستهل مشواره نحو المونديال منتخبنا الوطني يأتي بأول الأهداف يأتي ضاعت منا الأولى ولكن الثانية كانت ثابتة. شوفوا معي الارتقاء الجميل والرأسية التي تسكن في مرمى صين تايبي الهدف الأول الخبر الأول الذي سيأتي بمشيئة الله بأهداف أخرى وأخبار أخرى لمنتخبنا الوطني في هذا اللقاء. حلوين يا شباب هدف أول لصين الأخضر طبعا أشار لعدد المقاعد الثمانية والنصف العدد الكبير وأهمية استثمار هذه الفرصة. هنا زاهر مروة تقدم عرضية خطيرة فواز يتركها الله 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 أحمر ننتظر أهداف أخرى لكن هنا الإعادة للكرة الجميلة والتسديدة الرائعة من جميل اليحمدي ولكن راحت في منتصف المرمى. عودة لحارب السعدي منتخب الصين تايبي يتراجع الآن لمناطقه والكرة الآن لعصام عصام الصبحي سدد يتصدى الحارس بان وينشي لا تستثمر. نشوف الإعادة من جديد التمويه الجميل من عمر المالكي ومن ثم الاستلام أيضا الموفق من عصام لكن الفينيشنج ما كان بالشكل المطلوب وأيضا قراءة أحمد الكعبي على تنفيذ الركلة الركنية ملعوبة عالية للقائم القريب يا سلام جول ثاني يفعلها الكعبي ويأتي بثاني الأهداف لصالح منتخبنا الوطني. ياهي كرة حلوة ملعوبة لافة وتسكن مرمى الحارس بان وينشي هدف جميل هدف جميل نعم والكعبي يأتي بأول أهدافه مع المنتخب الوطني في هذا المساء. كرة جميلة تأتي غاري وايت يطالب لاعبيه بالهدوء وهنا الإعادة للكرة الجميلة اللافة ومرت من بان وينشي وبالتالي نعم ثاني الأهداف لصالح منتخبنا الوطني. نتيجة جيدة في شوط المباراة الأول وفي اعتقادي أنه صين تايبي ما راح يقدر يواصل تتخلص تعود سريعة لصين تايبي لكن ضغط يتواصل من جانب لاعبينا والكرة متناقلة مع حارب سعدي سعدي سدد الله 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 جميل يرسلها عالية للقائم البعيد ولكن تتخلص من المتراجع كوامي. كرة بتعود لصين تايبي كوامي من جديد البحث عن المرتد السريع كوامي ينطلق يمر ما في كثافة عددية في نص الملعب. الصين تايبي خطيرة من الجهة اليسرى تسدد ولكن مرت محاولة
شوف الإعادة من جديد لكرة تشين تشاوان. غاري وايت مشواره التدريبي بدأ في 98، درب منتخب البهامس من 99 ل 2008، درب قوام أيضا مدرب الوضع. سامعين طبعا جماهيرنا الوفية تردد الآن السلام السلطاني. كوامي بقدم اليسرى تعتلي العارضة فيها ركلة مر. القيادة الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ودا اليحمدي من جديد إلى حارب السعدي. حارب يحاول والكرة ما زالت مستمرة. يا السلام يا عبد الله فواز، مرور وتقدم، عبد الله يحضرها. يا السلام، الله 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 على الحقيقة لما كنت أتحدث عنه، الأيام الصعبة جدا التي يمر بها الأشقاء في فلسطين والعدوان الغاشم الظالم اللي تجاوز كل الحدود حقيقة من جانب الكيان الصهيوني تجاه أشقائنا في فلسطين. تصل من جديد لصالح منتخبنا. ملعوب أمامية عصام صبحي. عصام حاول يمر مانتومان مر وتقدم، خطيرة ممكن جول، ولكن جديد لكرة عصام. المرور الجميل لكن الفينيشنج كرة بتضيع وهدف لاعب في تلك المباراة. هنا ركنية للصين تايبي، ملعوبة عالية للأمام ولكن فايز يبعد. الكرة ما زالت مستمرة، تسديدة عالية أمامية لكن مبعدة من خالد البريكي. محسن الغسالي الآن ينقلها لجميل، يلا نقلة من الجهة اليسرى، خذوا هذه بشكل جيد. حارب السعدي يفتكها لتميم لبلوشي، نقلة ممتازة لجميل، يلا يا جميل يلا يا جميل. الهدف الثالث قد يحضر الآن. محسن الغسالي، يا الله يا على فرصة سهلة. ماضية تعود للصين تايبي، تعود للصين تايبي، تتخلص من الخميسي. برافو أحمد، برافو أحمد. إلى جميل الآن من جديد المنتخب الوطني اليحمدي. معتز يسرد، خطيرة، الله، جول ثالث. ختام همس من البديل معتز صالح الأحمر يأتي بثالث الأهداف، ثلاث نقاط وثلاثة أهداف يأتي بها الأحمر في مستهل مشواره في التصفيات الآسيوية. المزدوجة اليسرى المؤثرة في هذه المواعيد يأتي بثالث الأهداف، وبالتالي 3-0 لصالح منتخبنا الوطني. قوية جدا قوية جدا في هذه المواقف معتز بقدم اليسرى يصنع الفارق بالتأكيد. وبالتالي نعم هدف ثالث مع الخواتيم يأتي لصالح الأحمر، ينشر الأفراح في مدرجات المنتخب هنا في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. المهم الانتصار، ثلاثية نتيجة جيدة، لما تستثمر ثواني الخمس الأخيرة. كرة ملعوبة الآن طويلة وللأمام، وتأتي الآن مشاهدينا متابعينا الكرام صافرة حكم المباراة سعد الله جول مرودي الطاجكي، ونهاية هذا اللقاء بانتصار منتخب الصين تايبي هنا في مستهل المشوار في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026.